أذن على بركة الله وتوفيق يوحنا الكريم. يهون متابعونا توصلنا من هذا الميدان ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوط الختام يسير بحفظ من الله وتوفيق مدشنا فيه الزمول المهجنات الأصيل. نتمنى توفيق للجميع. نتابع هذه الرحلة المتميزة، هذه الرحلة الجميلة الذي سوف تكون حاضرة لكل المشاركين والمحبين. انطلقنا على البركة نسير إلى مقدمة الشوط. نتابع البداية من يحمل الرقم 18 الغربي الذي يتقدم، خليفة بن ثاني الرميذي الذي بدأ يقود صدارة الشوط. النقلة التالية إلى المركز الثاني، وصلنا إلى مشكور صالح بن أحمد بن سعيد المزروعي على المستوى الثاني، ولكن الدخول عن طريق مثير جاسم بن عامر بن سعيد المشايخي الذي يتقدم، بينما نعود إلى المستوى الرابع. وصل الخمري مصبح بن سعيد بن سالم الرميذي يتقدم بسالم بمسار متميز. النقلة إلى المستوى الخامس نحو هذه الصدارة، ناخذ هناك من قبل الإشعار عوض بن حمد بن بيات الرميذي الذي يسير إلى المستوى الخامس. أما المركز السادس جولة إلى حامل رقم 17 غدوم الجميل متميز الغاية، بناخذ بقيادة خليفة بن ثاني بن خليفة بن أحمد الرميذي. هذه الأسماء التي تشارك النداء حتى هذه اللحظات، ولكن ترقب بقية الشعارات الذي لم يحل لها موعد الدخول إلى عالم هذه الإذاعة، إلى عالم هذا التحرك. نعود إلى وين؟ العودة إلى شعار ممثل السمحة، أشعار نجم الموسم إلى مقدمة الشوط. مصبح بن سعيد بن سالم الرميذي يتقدم مع الخمري إلى المسار الأول. النقلة التالية إلى المستوى الثاني، الغدوم الغربي الذي قادم بكل قوة، خليفة بن ثاني بن خليفة يسير بإنجاز المعتاد. وصلنا إلى حامل رقم 10 مثير الذي يتقدم، يرافقه هناك جاسم بن عامر بن سعيد المشايخي على المستوى الثالث. أما المركز الرابع جولة إلى هناك مشهور الذي قادم عوض بن حمد بن بيات الرميذي. أما المركز الخامس لنا عودة بالمتابعة، التقدم ما شاء الله الكل واصل يسير هناك بقيادة خليفة بن ثاني بن خليفة بن أحمد الرميذي. والمركز السادس وصلنا إلى مشكور يسار أفقه ويتابعه صالح بن أحمد بن سعيد المزروعي. هذه النتيجة يا حبيب الكريم، هذه النتيجة للست الأوائل. الرحلة يوم صورنا إلى وين؟ العودة إلى بقية الأسماء. أشوف من على بعد ولا بتعود بنا إلى الصدارة. مشكور يا محمد الخضر، إذا عطنا المقدمة، خلك مع ركب البداية، خلك مع الرقص الطلقي. الله الله الله، من يقود الخمري إلى الصدارة؟ من يتابع الخمري إلى البداية؟ يرافقه هناك مصبح بن سعيد بن سالم الرميثي، ولكن أبدو لي مغادر الذي قادم. إذا الخليفة بن ثاني بن أحمد أو هناك تسلل من يحمل الرقم 17 غدوم الجميل. نعم عدينا المركز الثالث نسير. وصل مثير سلالة غنية عن التعريف يتقدم هنا. إذا جاسم بن عامر بن سعيد المشايخي على المستوى الثالث. أما المركز الرابع العودة إلى حامل رقم 18، وصل الغربي خليفة بن ثاني الرميثي على المستوى الرابع. أما المركز الخامس نعود إلى مشهور الذي قادم، ولا هناك من يتابعه. ناخذ عوض بن حمد بن بيات الرميذي يتقدم بوعيسى من موقع إلى موقع، يصبح على السمعة. عودهم دائما بإنجاز الجميل. نرحب بهذا الشعار، نرحب بكل المشاركين. يا هل ترى بنكتفي بهذا القدر؟ بنعود إلى دائرة النداء الأول، العودة إلى المثلث الثلاثي
العودة إلى شوط الختام، شوط الزمول المهجنات الأصيل. الرحلة إلى وين؟ الرحلة معك يا أبو ثاني، يسيطر مع البداية خليفة بن ثاني بن أحمد. الرميثي يتقدم بإنجازه المعتاد بإبداعه الجميل، ولكن هنا أشعار نجم الموسم الذي قادم مصبع بن سعيد بن سالم يقود الخمري بالمتابعة إلى المستوى الثاني. عودة إلى الأشعار، هناك المشايخي الذي قادم يتقدم جاسم بن عامر المشايخي على المستوى الثالث، ثم المركز الرابع. نعود مباشرة، العودة إلى مقادر الذي قادم يتقدم بمتابعة أبو الغربي خليفة بن ثاني بن خليفة. الرميثي والمركز السادس من على بعد تابع عندك يا عوض يا بن حمد يا بن بيوت الرميثي. هذه النتيجة، هذه نتيجة للست الأوائل. عدينا مع هذا التحرك، ولكن بدينا بالاتجاه إلى هذا الكيلو، إلى هذا الكيلو والخمسمائة متر، إلى هذه اللافتة الجميلة، إلى هذه اللافتة الخطيرة. روح يا ممثل السمعة، الله الله الله. إذن هنا على الصدارة من يقود مغادر إلى البداية، خليفة بن ثاني بن خليفة الرميثي، ولكن الخمري بطريقة للانضمام يرافق مصبح بن سعيد بن سالم. الرميثي يتقدم بسالم، المركز الثالث الوصول والمتابعة. يتقدم مثير الذي واصل بكل قوة، سجلات حافلة بإنجازه، سجلات جميلة للغاية، يرافق جاسم بن عامر المشايخي. المركز الرابع وين؟ العودة إلى حامل رقم 18، يتقدم الغربي خليفة بن ثاني بن خليفة. الرميثي، ولكن وين بدينا بالاتجاه؟ وبدينا بالاتجاه الكيل الأخير، الكيل الخطير، والله جاوز مجاوز. الله، بعطيكم لبذة عن مثير الذي بدأ يسلم على أهالي السلطنة، بدأ يطير إلى الصدارة من يرافقه جاسم بن عامر المشايخي. شد الحيل يا المشايخي، شد الحيل يا أبو محمد، دير بالك. المركز الثاني الخطر وارد بكل قوة، الغربي بانضمام خليفة بن ثاني بن أحمد. الرميثي والمركز الثالث بنفس الإشعار، مغادر الذي قادم خليفة بن ثاني بن خليفة بن أحمد الرميثي. ولكن وين مثير يا أخواني، وين مثير يا أخواني؟ النقطة المتميزة، هذا شعار ليس مستغرب إلى مثير في رصيده، رمز ووصيف الرمز. الله الله الله. إذا تحية جميلة، مشكور يا أبو عامر، مشكور. السعد الله أوقاتك بكل خير، السلام لأهل السلطنة. اللحظات الأخيرة بدون أوامر الجوك محنط، سلام لأهلي بدي السلام. مشكور يا جاسم، يا بن عامر، يا المشايخي، والله رصيدي يشفع له، رصيده مثير يشفع له بإنجازاته، حاصل على رمز وصيف الرمز. الله الله الله، سلام. اللحظات الخطيرة، تهانينا وناموس على فوز مثير. شكرا لجاسم بن عامر المشايخي، مشكور أبو محمد على هذا الأداء، شكرا أبو سهيل على المتابعة. المركز الثاني ناخذ بقيادة هناك ثاني بن خليفة بن أحمد الرميثي، والمركز الثالث كذلك بقيادة مصبح بن سعيد بن سالم الرميثي. المركز الرابع هناك بقيادة خليفة بن ثاني بن خليفة بن أحمد، والمركز الخامس يصل في حامل رقم 2 هناك بقيادة عوض بن حمد بريات الرميثي، والمركز السادس يحمل الرقم 9 حميد بالسلطان بكديدة الفلاسي. نعود بالتوقيت الزمني 8:13، تهانينا وناموس، شكرا يا ابو سهيل على هذا الانجاز، شكرا لمالك مثير بالانجاز. وصلنا ايها الكريم، ايها المتابعون، الى ختام شوطنا لصباحيه هذا اليوم. الشكر موصول لزملائنا المتابعين، والشكر لمحمد الخضر رفقنا بعمليه التصوير. استودعكم الله الى لقاء اخر ان شاء الله.